فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يرتد عن الإسلام ثم أسلم وحسن إسلامه، فهل يكون صحابيا؟ هذا على الخلاف. العلماء يقولون تبطل صحبته، جماعة من العلماء يقولون تبطل صحبته بالردة ولا تعود إليه إذا تاب، والبعض الآخر يقول ترجع إليه بالتوبة إذا تاب إلى الله ترجع إليه الصحبة. يستدلون بقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فرتب هذا على أمرين: الارتداد والموت على ذلك، دل على أنه لو تاب قبل الموت أنها ترجع إليه صحبته. وهذا ترجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو مذهب الشافعي. نعم.